طيب، المرة الماضية أخذنا انتروداكشن سريع عن الإيثيكال هاكينج، أنواع الهاكرز، المراحل اللي بيعملوها عشان يعملوا الهاكينج. حكينا أول خطوة اللي هي الفوت برينتينج والريكونسنس. شباب، الفوت برينتينج يعني باللغة العربية معناتها البصمة أو أثر القدم أو إلى آخره، لكن إحنا بالسكيورتي المعنى تبعها بالنسبة لنا اللي هي مرحلة جمع المعلومات. المرحلة اللي بتجمع فيها المعلومات هاي اللي بنعبر عن الفوت برينتينج، وغالبا الفوت برينتينج مرتبطه في شيء ثاني اللي هي مصطلح الريكونسنس. طبعا الشابتر تبعنا عباره عن 5 اجزاء، الجزء الاول راح ناخذ مفهوم الفوت برينتينج، بعدين السكشن الثاني راح يكون موضوع الميثودولوجي. طبعا الميثودولوجي اللي هو المسار اللي بمشي فيه عشان احصل الجول تبعي من البدايه الى النهايه، وراح ناخذ خلال الشابتر هذا الفوت برينتينج تولز، راح ناخذ مختلف التولز. كل مرحله من خطوات كل خطوه من الميثودولوجي راح يكون لها مجموعه من التولز. هاي التولز ممكن تعملها انستليشن على الويندوز، في اشياء على اللينكس، في اشياء ويب سايتس. انت اللهم ما بتفوت على الويب سايت، طبعا في بعض الويب سايتس بريميوم لازم تدفع مصاري. لما تدفع مصاري طبعا تاخذ اي سيرفيسز اكثر من السيرفيسز العاديه. طبعا مش كل الويب سايتس، في بعض الويب سايتس صراحه شو في عندهم مشكله، بيحكي لك انه احنا بنعطيك بريميوم سيرفيس، لكن للامانه يعني مش بريميوم. انا بعض الشغلات انا جربتها، يعني كنت اشتركت ببعض المواقع حيث انه يجيب لي معلومات اكثر عن الشيء اللي بدي اياه، لكن ما كان يجيب لي المعلومات اللي بدي اياها. فصراحه بهاي الحاله انك تدفع مصاري يعني مش ورث. بعدين احنا بالنهايه لما نجمع معلومات، هاي المعلومات من ناحيه الاوفنسيف، لكن احنا من ناحيه الديفنسيف شو بدنا نسوي؟ فراح ناخذ الكاونتر ميجرز اللي احنا من خلالها بنحاول نقلل او نمنع الاتاكر انه يعمل فوت برينتينج او يجمع معلومات عن التارجت تبعنا. واخر شيء راح ناخذ الفوت برينتينج الخاص في البنتريشن تيستينج. طبعا الفوت برينتينج عباره عن البروسيس اللي انا بجمع معلومات عن الضحيه، معلومات عن النتورك تبعته قد ما اقدر. ليش؟ لانه هاي المعلومات اللي انا بجمعها شو ممكن استفيد منها؟ ممكن استفيد منها انه اعرف اكثر من طريقه اني اقدر اوصل للديستنيشن. يعني انا بالنهايه على سبيل المثال اذا بناخذ البيت، البيت ممكن يكون له اكثر من باب، بعض الابواب بيكون عليها صعب انك تدخلها، بيكون عليها حمايه وشبابيك والى اخره، لكن في مثلا ممكن دائما غالبا الباب الخلفي للبيت بيكون يعني ما حدا بيهتم فيه زي ايش الباب الامامي. طبعا مرحله الفوت برينتينج هي المرحله الاولى لاي عمليه هاكينج، ما في هاكينج لاي سيستم او لاي نتورك من دون ايش؟ فوتو برينتينج. طيب هاي الفوتو برينتينج انا المعلومات غالبا من وين بجيبها؟ بروح ادور على الببليك افيلبل ايش؟ انفورميشن، او الببليك سنسيتيف افيلبل انفورميشن اللي موجوده على الانترنت. هاي المعلومات اما بستفيد منها عشان اعمل الاتاك مباشره، او من خلالها ببني سيناريو، هذا السيناريو من خلاله بعمل السوشيال انجينيرنج، لان انا بالنهايه بدي احكي مع طبيشات بدي اقول له مثلا انا معك من جامعه اليرموك بلا 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 الى اخره، بدي اضحك عليه. انا اذا ما بعرف معلومات عن طبيشات وعن الاكاديميك بروفايل تبعه ومعلومات عنه وعن تاريخ ميلاده والى اخره، مباشره طبيشات ايش؟ راح يشك انه مش الشخص هذا، انه واحد ايش بحاول ايش يخترقه او بضحك عليه. هاي بالنسبه لهاي المرحله. طبعا مرحله الفوتو برينتينج ليتر اون اذا انعمل السيناريو وانعمل الاتاك ممكن يؤدي الى خسائر ماليه لبعض الشركات، او ممكن ياثر على الريبيوتيشن تبعت هاي المؤسسه. طيب ليش انا بحتاج الفوت برينتينج؟ صراحه لي 4 خطوات رئيسيه. اول خطوه اني تنو السكيورتي بوستشر تبع الاورجنايزيشن، بدي اعرف هل خلينا نحكي التارجت تبعي هل في عنده سكيورتي كنترولز ولا ما عنده، وهل السكيورتي كنترولز تبعته هل هي عاليه جدا ولا خفيفه، لانه حسب السكيورتي كنترولز انا بيكون ايش طبيعه الاتاك تبعي. يعني على سبيل المثال زمان يعني خلينا نحكي ايام الحروب قبل، كانت الناس بيش تحارب بالسكين وبالرمح وبالسيف، هسه في حدا بيحارب بالسيف مثلا بالصواريخ وهاي الاشياء. فانت بناء على التارجت اللي قدامك وعلى الديفنس ميكانيزم او على الاكسترنال بوستشر تبعه من برا، انت بتحدد الطرق او الادوات اللي بتستخدمها عشان تعمل المهاجمه للاورجنايزيشن تبعت الاتاكر. برضه في عندنا ريديوس للفوكس اريا، انا بالنهايه التارجت تبعي ممكن يكون عنده 10 بلك من الاي بيز. طب هل من المعقول انه انا لازم اعمل سكان على كل البلك، ولازم اعمل هاكينج على كل البلك، لازم افوت على كل السيستم من هذا البلك؟ لا، ممكن هو يكون عنده 10 بس مستخدم منهم واحد. فانا في مرحله الفوت برينتنج وريكونسنس بحاول اني اوجد هاي المعلومات.
على سبيل المثال ممكن يكون عنده 4-5 دومين، لكن الدومين اللي انا اللي فيه سنسيتيف انفورميشن هو هذا اللي بيهمني، ليش اروح اضيع وقت في ايش دومينز ثانيه؟ برضو عشان اعمل ايدنتيفاينج للفولنربيليتيز، لانه بالنهايه انا اذا ما لقيت الفولنربيليتي اللي موجوده عنده انا كيف ممكن ادخل على السيستم؟ او بمعنى اخر اذا انا واحد عنده ويندوز 7 وهذا الويندوز 7 من الفيرجنز القديمه ولا عليه ولا باتش ولا ابديت، معناته ايش؟ واحنا سمعنا انه في فولنربيليتيز طلعت على الرانسام وير الاس ام بي اللي هو سيمبل مسجنج بروتوكول، تمام، اللي هو الخاص بالشيرنج. وبالتالي انا بهاي المرحله خلص اول شيء عرفت انه هذا الاوبريتنج سيستم عليه ويندوز 7، بروح اشيك كل الفولنربيليتيز اللي موجوده على ويندوز 7. اذا لقيت التارجت تبعي مشغل سيرفيس معينه وانا هاي السيرفيس اذا بروح بعمل سيرش على النت بلقي له اكسبلويت جاهز، فانا هاي المرحله بتريح علي انه بدل ما اروح ابني اكسبلويت من الزيرو، لا اذا عرفت انه في عنده ويل نون فولنربيليتي خلاص هذا الموضوع ايش بيريحني. اخر شيء اني اعمل دروينج للنتورك ماب، انا بالنهايه بدي اعرف التوبولوجي تبعته، بدي اعرف النتورك، بدي اعرف اللي خلينا نحكي النتورك اللي خاصه في الداتابيس، بدي اعرف النتورك اللي خاصه في الويب سايت. يعني المره الماضيه اخذنا انه في عندنا اكثر من زون في النتورك، في عندنا الاكسترنال والانترنال والدي ام زي، وفي عندنا خلينا نحكي الانترنت زون كمان والمانجمنت زون. انا بالنهايه ايش افضل الي؟ هل اروح اهاجم مثلا تبعت الانترنال ستاف ولا اروح اهاجم تبعين المانجمنت؟ بالنسبه الي طبعا المانجمنت، ليش؟ لانه تبع المانجمنت له كنترول على كل الناس، فانا اذا قدرت اوصل على واحد من الاكاونت تبعون المانجمنت انا كان لي كنترول على كل النتورك اللي موجوده. طيب الاوبجكتيف تبعت الفوت برينتينج، اذا بنحكي عن النتورك شو هي المعلومات اللي انا ممكن اجمعها عن هذا النتورك؟ اول شيء بهمنا الدومين نيم. هسه شو بنقصد بالدومين نيم؟ اذا بتشوفوا www.yu.edu.jo الدومين تبع اليرموك ايش هو؟ الyu.edu.jo. طب ليش احنا بالشركات بنعمل دومين؟ صراحه شباب الدومين بيريحني في عمليه المانجمنت، اي واحد خلص تابع لهذا الدومين بتطبق عليه البوليسي اللي تابع لهذا الدومين، فانا بدل ما اروح خلص احط كل اي بي وبيكون له الرول والبوليسي اللي خاصه فيه، لا بعمل دومين واحد كل الاجهزه هاي دوين جويند على هذا الدومين واطبق البوليسي. يعني على سبيل المثال هسه في بعض الاجهزه منكم بحاول يفتح الانترنت ما بيقدر يفتح الانترنت، ليش؟ لانه انتم الاكونتس تبعاتكم معمولهم جوين على الدومين تبع جامعه اليرموك اللي هو الاي تي تك، وبالتالي انت مرتبط في البوليسي تبعت مين؟ تبعت الاي تي ديبارتمنت. برضه في عندنا كمان الدومين ممكن يكون في منه بتفرع منه انترنال دومين او سب دومين. على سبيل المثال لما بنحكي yu.edu.jo اذا كان في عندي شيء اسم قبل الواي يو، يعني على سبيل المثال ftb.yu.edu.jo هذا سب دومين. طيب اذا انتبهتوا على الايميلات تبعاتكم اللي هو sys.yu.edu.jo، وبالتالي انتم كطلاب ما بنضيفكم على الدومين مباشره دومين الجامعه، بنضيفكم على دومين الطلاب عشان نطبق عليكم البوليسي تبع الطلاب. مثلا احنا مثلا اعضاء هيئه التدريس الدومين تبعنا ايش؟ yu مباشره مش زي الطلاب. في عندنا كمان شباب النتورك بلوكس، لازم اعرف التقسيمات النتورك الرينج تبعات الاي بيز. برضه بهمني اعرف مين الريتشبل اي بي، لانه انا مش من المنطق اروح اعمل سكاننج على اي بي او بروح بعمل هاكينج على اي بي وانا مش ما بقدر اوصل له، يعني هل من المنطق هذا؟ مش من المنطق. برضه كمان بدي اشوف هل في عندهم روج ويب سايت او برايفت ويب سايت. شو بنقصد بالروج ويب سايت؟ في بعض الشركات عشان لغايات خلينا نحكي الهوني بوت او لغايات انه مثلا ممكن اذا في اتاكر بيحاولوا يستهدفوا هذا الدومين بيكونوا هم حاطين زي فيك ويب سايت، وهذا الفيك ويب سايت بيكون ايش تقريبا بيشبه الويب سايت تبع الشركه الاصلي لكن مش اكسبلويتبل، او ممكن يكون اكسبلويتبل بس بيكون على شكل هوني بوت. هسه ممكن احدكم يسالني هل من المعقول انه في شركات تسوي زي هيك؟ للامانه يعني حسب خبرتي في البزنس والاندستري ما في شركه بتسوي زي هيك، الا مين هم؟ الناس المختصين في السكيورتي بس لغايات التستنج فقط لا غير. طيب شو بنقصد بالبرايفت ويب سايت؟ مرات الشركه ممكن يكون لها اكثر من ويب سايت، لكن بعض الويب سايت بيكون اكسسبل من الانترنت بس، وبعض الويب سايت اكسسبل من وين؟ من الانترنال نتورك. ليش؟ لان انت بالنهايه لما تفتح موقع جامعه اليرموك لا انت بتفوت على البابليك اي بي، هذا البابليك بيكون معمول ايش؟ ناتنج او ريفرس ناتنج على ايش؟ واحد من اللوكال اي بيز، فانت بالنهايه ما بتقدر من برا توصل على لوكال اي بي، انت شو بتروح؟ تروح على البابليك اللي هو 87، بعدين في عندك البورت 80، الاي بي مع البورت هذا بيكون اصلا معمول له مابينج مع انترنال اي بي جوا الجامعه. هذا طبعا من برا بتقدر تدخل على البابليك، لكن هل من برا بتقدر تدخل على اي بيات
برايفت دايركت لا ما بتقدر الا لازم يكون عندك ايش على الفاير وول او على الراوتر بيكون معمول ايش ريفرس ناتينج. في عندنا كمان التي سي بي واليو دي بي سيرفيسز بدي اشوف شو السيرفيس اللي شغاله لانه بالغالب ما في سيرفيس بتكون معمولها رانينج مش مرتبطه في ابلكيشن وبالتالي انا عرفت الابلكيشن خلص بتسهل علي العمليه. شباب يعني بعمرك وحياتك لا تصدق انه تقدر تعمل سكيور للسيستم 100%. طيب برضه شو بامكانها تفيدني هاي المعلومات اللي بجمعها انا؟ مين منكم بيستخدم الوين رار؟ كلنا. طيب قبل اسبوع كان في فولنرابيليتي موجوده في الوين رار الفيرجن 5.6 او 5.7. هاي الفولنرابيليتي شو هي؟ تسمح للاتاكر انه يقدر يعمل رن لكالكوليتر، تسمح للاتاكر يعمل رن لاي سيستم كوماند موجود عندك على الكمبيوتر. نوع الفولنرابيليتي اللي هي ريموت كوماند انجكشن، هاي نوع الفولنرابيليتي. اذا بتعملوا سيرش بتلاقوا هاي المعلومه. طيب هاي المعلومه تخيل مثلا انا بعرف انه الجامعه بيستخدموا الوين رار، ضليت بحبش بحبش جمع معلومات عرفت الفيرجن تبعكم، وبالتالي خلص صار موضوع الاكسبلويت مرتبط انه كيف ممكن بس اضحك عليهم وابعث ابعث مثلا مليشس بي دي اف بس يعملوا دبل كليك او ببعث له مثلا زيب فايل وهو بيحاول يفتحه من خلال الوين رار عشان ايش السيستم يعمل له كومبرومايزيشن. في ماده مثلا من البرمجيات واحد من الشباب سالني قال لي هل من المعقول ان نحط الكوماند هذا مباشره؟ لا انت ما بتحط الكوماند مباشره في الاكسبلويت، الكوماند هذا بالغالب تدمجه مع ابلكيشن. فتخيل مثلا انت عندك اورجنايزيشن وهي الاورجنايزيشن بتحتاج الوين رار، واحد من الكمبيوترات معمول له انستليشن جديد وما فيش عليه الوين رار، فانت شو بتروح تبعث للي قدامك؟ تبعث الوين رار، تبعث له اي فيرجن الاكسبلويتبل. فهون السيناريو تبع الاتاك بيعتمد على مرحله تجميع المعلومات اللي عندك، هل اليوزر اللي قدامي له صلاحيه يعمل انستليشن للابلكيشن ولا لا؟ اذا كان له صلاحيه يعمل انستليشن للوين رار خلاص صار الموضوع بالنسبه لي ايش؟ اسهل. طيب هل اليوزر اللي قدامي بيستخدم البي دي اف فايل ولا لا؟ هل بيستخدم الملفات المضغوطه ولا لا؟ مو بالنهايه انا مش من المنطق ابعث لواحد ملف مضغوط وهو ما بيفتح الملفات المضغوطه. فهي كلها يعني بتنعكس على موضوع السيناريو تبع الاتاك. برضه كمان بجمع معلومات عن نوع الاكسس كنترول تبعهم، هل بيعملوا اكسس كنترول على مستوى الاي بي ادرس اذا بنحكي عن اكسس كنترول لست على النتورك، هل مثلا مستوى الماك ادرس لانه بتفيدني انا كاتاكر. برضه بنهم بجمع معلومات عن نوع البروتوكولات لانه ممكن بيكونوا عاملين رننج لاكسبلويتبل بروتوكول. يعني على سبيل المثال زمان الاس اس اتش فيرجن 1 ما كانت سكيور بمقدار الاس اس اتش فيرجن 2، فانت بالنهايه بدك تعرف اللي قدامك شو في عنده. او مثلا اللي اخذ منكم ماده نتورك في واحد من البروتوكولات اسمه الاس ان ام بي بروتوكول اللي هو سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. هذا البروتوكول ايش بنستخدمه؟ عشان ناخذ معلومات من الراوترز او من السويتشات. هذا البروتوكول فيرجن 1 منه من دون يوزر نيم وباسورد بس من خلال كوميونتي، وغالبا تكون الباس فريز تبعها كلمه كوميونتي. فبتخيل يعني هاي السيناريو. انا بتذكر مره تعمل بنتريشن تيستنج لناس بالسعوديه على بابليك فاير وولز او بابليك فاير وول تبعهم، لقيتهم شغلين الاس ان ام بي فيرجن 1. رحت جوا الميتا سبلويت لقيت فيه سكريبت بقدر اعمل له رن من خلال الميتا سبلويت، قدرت اوصل كل الكونفجريشن تبعت مين؟ الفاير وول. قدرت اعرف كل الاي بيات وقدرت اعمل درو للتوبولوجي تبعته من خلال ايش؟ من خلال بس البروتوكول واحد. فشباب انت بالاتاك تبعك، الاتاك بيعتمد على مقدار المعلومات اللي انت بتجمعها وكيف ممكن تستغل المعلومات. في عندنا كمان الفي بي ان ايش هو؟ لا هسه اذا لك كنترول على الفاير وول تقدر تغير، لكن السؤال بيطرح نفسه، اذا انت عامل سكان من اي بي وهذا الاي بي بلاك ليست بالنسبه للفاير وول، هل بامكانك تغيره؟ جواب يس. في يعني ابسط الامثله اللي قدام راح تاخذوها في النتورك سكانينج، في شيء بنسميه الزومبي سكانينج او الايديال سكانينج. انت بالنهايه تعمل سبوفنج لاي بي وتعمل سكان اون بهاف هذا الاي بي، يعني مثلا الاي بي تبع طبيشات تراستد، شو بروح اسوي؟ بروح اعمل سكان بدعي اني انا مين؟ طبيشات، بعمل سكان. في عندنا كمان الانالوج والديجيتال تليفون نمبرز او نوع اللي خلينا نحكي التليكومنيكيشن المستخدمه. كثير مثلا منكم يعني او اللي كان بيحضر افلام اغلب عمليات السرقه بتلقى واحد باول الحاره بيكون شابك زي جهاز وبيشبكه على الخطوط الارضيه. شباب خطوط الانالوج، تليفونات الانالوج، اذا حدا عندكم بالبيت او يعني بعمركم ركبتوا تليفون انالوج، تليفون الانالوج اذا بتجيب كيبل مع سماعه خارجيه او اي تليفون وبتشرتها على الكيبل اللي فايت على البيت تقدر تسمع كل المكالمات. تقدر تسمع كل المكالمات. هذا بالنسبه للانالوج تيليكومينيكيشن سيستم.
برضو كمان نوع الاثنتيكيشن سيستم، ممكن something you have, something you not, something you are. اخر شيء سيستم انيوميريشن. الانيوميريشن هي مرحله بجمع معلومات اكثر عن التارجت تبعي. برضو في عندنا كمان مرحله الكولكت سيستم انفورميشن، هون بعرف مين اليوزرز اللي على هاي الاجهزه، مين الجروبات. وبالنهايه اغلب الاورجنايزيشن مقسمه الى يوزرز وجروبس. ليش مقسمه؟ لغايه المانجمنت. برضو كمان السيستم بانرز. السيستم بانرز عباره عن ايش؟ المسج اللي بتطلع لك بوجهك لما تيجي تفك على السيرفر. برضو كمان كنت زي امثله كبيره مرات على البنايه شوف هسه في ناس مثلا بيحاولوا يلقطوا تردد او فريكوانسي من الفريكوانسيز اللي ممنوع يتنصتوا عليهم. يعني زمان اغلب اجهزه الجيش كانت مش متطوره، فكان اذا بتقدر تجيب بعض الاجهزه اذا بدك تقدر تدخلها على الاردن تقدر تضبط السيجنال على مثلا فريكوانسي معين تقدر تسمع المكالمات الجيش. ليش؟ لانه زمان اغلب المكالمات الجيش كانت كلها باستخدام الهوكي توكي ولا مش عارف ايش، يعني كلها كانت تستخدم هاي الاشياء. هسه الارضي مهم. شوف حسب الكيس، يعني لغايات التنصت صعبه. ليش؟ لانه الارضي انالوج سيجنال. هذا شو الفكره هسه شباب؟ اللي سكان القرى منكم او سكان اللي مساكن بعماره او بنايه، بالغالب اول العماره او اول بنايه يكون في صندوق. هذا الصندوق بيكون جايه كل الخطوط من شركات الاتصالات وين واصله على هذا الصندوق. وبالتالي انت اذا جبت الجهاز هذا وقدرت تشبك على البراغي تبعات الصندوق خلاص تقدر تسمع كل المكالمات. فابليكابل اذا كان وين؟ على البوينت الرئيسيه. طيب شباب، في عندنا كمان الاس ان ام بي بروتوكول اللي حكيت لكم عنه، في عندنا الراوتنج تيبل عشان اعرف المسارات اللي موجوده على النتورك، في عندنا السيستم اركتكتشر، نوع الاركتكتشر 32 64، ويندوز لينكس ماك. برضه السيستم نيمز، لانه بالنهايه النيم ممكن نعمل له ريزولفنج لايش؟ لاي بي ادرس. في عندنا كمان موضوع الباسورد والهاشنج الجوريثم المستخدمه. في عندنا كمان معلومات عن الاورجنايزيشن، معلومات عن الموظفين، الموقع تبع الشركه. خلينا نحكي شو في عندنا، اللوكيشن تبع الشخص وين عايش وين كذا. هسه بقول لكم ليش بتفيدنا هاي الاشياء. في عندنا ارقام التليفونات، هاي بتفيدنا بغايه السوشيال انجينيرنج. في عندنا كمان الكومنت اللي موجوده في الاشياء مع الكود اللي بحطها الديفلوبر. كمان نوع السكيورتي بوليسي اللي معموله امبلمنتيشن. شو في عندنا كمان، الويب سيرفر اللينكس اللي بتكون موجوده او بتاشر على الويب سايت تبع الاورجنايزيشن. برضه في عندنا الباك جراوند تبع الاورجنايزيشن، الارتكلز اللي منشوره عن هاي الاورجنايزيشن، و تقريبا نفس الشيء. السكشن الثاني من الشابتر الميثودولوجي. طبعا في عندنا اشهر 10 انواع من الميثودولوجي. النوع الاول اللي هو من خلال السيرش انجن. طبعا اذا واحد منكم سال واحد مفلسف سؤال ما بدي يجاوبه، شو بقول له؟ شو برد عليه؟ بقول له جوجلها. هو فعليا اول شيء بالنسبه للاتاكر اللي هو سيرش انجن، روح جوجل، الشغله اللي بدك اياها على جوجل، على محرك البحث. طبعا في طرق، في عندك النورمال كويري وفي عندك الادفانسد كويري. الادفانسد كويري على سبيل المثال بدي الريزلت تبعتي بتكون على مستوى مثلا يو ار ال معين او على تكست معين او اذا في نص معين موجود جوا الويب سايت. برضه في عندنا كمان موضوع السوشيال نتورك. السوشيال نتورك شو بنقصد فيها؟ الانستغرام والسناب شات والى اخره. يعني اليوم ما في حدا ما بنشر معلومات شخصية عن الفيسبوك أو سناب شات، أو مستحيل. اللي بيطبخ طبخة بروح بتصور، اللي بشو اسمه بيسوي هيك وبروح بتصور كمان، يعني موجودة صدقا. يعني مش نضحك بعض، يعني كلها موجودة هاي الأشياء. كمان في عندنا الويب سايت فوتو برينتينج. شو نقصد بالويب سايت فوتو برينتينج؟ إن مثلا نعمل نشوف مثلا كل اليو ار إلز، كل اللينكات، كل البيتس. لأنه بالنهاية ليش بزور كل البيج؟ لان بدور على انتري بوينت بدي اطبق عليها اتاك، بروت فورس اتاك بغض النظر عن نوع الاتاك. برضه كمان ممكن نعمل ميرورينج. شو نقصد في الميرورينج؟ واحد واقف قدام المرايه شوف صوره عن حاله. الميرورينج في الويب سايت اني بعمل داونلود لكوبي، هاي الكوبي تكون اوف لاين عندي على الجهاز. طب هسه ممكن واحد يسال لي طب ليش اوف لاين؟ بروح بشغل مالتي ثريدينج على الويب سايت وبثواني بطلع هاي الشيء. واقول لك اذا بتعمل ثريد كثير على الويب سايت الفاير وول ادمنستريتور او الداتابيز او السيستم ادمنستريتور بيشوف انه في ريكويست كثيره ومباشره بيعرف انه في ايش، انه في سكان، وبحط الاي بي تبعك على البلاك ليست. بيعمل بفر. شو قصدك في البفر؟ اللي
لا هسه شوف الاسكان، الاسكان ما راح يكون فيه خلينا نحكي يعني هالدينايل اوف سيرفيس اللي انت بتحكي عنه، لا ما راح يكون فيه، اخف يكون. برضه شباب في عندنا كمان موضوع الايميل فوت برينتك، لما بيجيني ايميل هذا الايميل مين السورس وعن طريق اي سيرفر اجاني ومين اللي بعثه، طبعا هاي كل المعلومات غير السوشيال انجينيرنج او غير الانفورميشن جاذرنج بتفيدنا، ما بتفيدنا الديجيتال فورنزك، لان في بعض الاورجنايزيشن انت مثلا بوصلك ايميل مسبه بدك تعرف مين اللي بعث المسبه هاي، كيف بدك تعرف؟ بدك تروح تعمل اناليسيس، بدك تعرف الاي بي. طبعا اذا الاي بي اذا واحد غشيم بروح مثلا شابك من النت من البيت او من وين ما كان مباشره، اذا يعني اناليسيس بسيط تعمل تلقى الاي بي، والله هذا الاي بي لاورنج مباشره، وين بتروح؟ لا ما بتروح على اورنج، بتروح وين؟ بتروح الجرائم الالكترونيه، جرائم الالكترونيه بيقول لك والله هذا لاورنج، بروح بخاطبه مين؟ الامن العام بخاطب اورنج، بيجيهم الريسبونس وخلاص بتصير انت كيس ضده في عند المدعي العام. شوف الديجيتال فورنزك مين ممكن يعمله؟ ممكن الامن العام اللي هو وحده الجرائم الالكترونيه، وممكن في بعض الاورجنايزيشن اللي الريبيوتيشن تبعتها عاليه جدا يكون في انترنال انفستيجيتور هو اللي بيعمل هاي الاشياء. ففي بعض الانفستيجيتورز مثلا اللي مثلا في اشياء مثلا اللي علاقه لها علاقه في الديوان الملكي مش من المنطق تمر عليهم مباشره، يعني ممكن يخاطبوا الاورنج من دون ما يكون في انفولفمنت من الجرائم الالكترونيه. برضو شباب في عندنا الكومبتيتيف انتليجنس، الفكره انه بجمع معلومات عن الشخص منافس الي، واليوم في عندنا كثير من الشركات بتروح تجمع معلومات عن كثير من الويل نون اورجنايزيشن، مش بس هيك بعض الشركات متخصصه انها تعمل ريفيو عن المؤسسه هاي، عن الاورجنايزيشن، عن الارباح الماليه تبعاتها، عن الموظفين، كم الموظف بقعد جوا الشركه. طبعا هاي كل المعلومات في شركات تبيعها. ايش هو الكومبتيتيف انتليجنس؟ ممكن يستخدمها ليتر اون بسيناريو معين. برضه في عندنا اللي هو از فوت برينتينج، ممكن يجيب معلومات عن النتورك، عن الدي ان اس، عن كثير من الاشياء. في عندنا برضه دي ان اس فوت برينتينج، انت من خلال دي ان اس ممكن تعرف نوع الميل سيرفر، ممكن كمان تعرف نوع خلينا نحكي الاليس دي ان اس، او ممكن كمان تعرف في نوع مثلا من انواع في شيء بنسميه زون ترانسفير، تاخذ كل الريكورد اللي موجوده عنده مثلا جوا الداتابيز تبعته او جوا دي ان اس سيرفر تبعه. اخر شيء النقطه قبل الاخيره النتورك فوت برينتينج، هون بتجمع معلومات عن النتورك، مين الفندور، الشركه اللي صممت هذا البرودكت، اي سنه صممته، الفيرجن تبعته، الاي بي ادرس، البورت نمبر، السيرفيسز المرتبطه فيه. واخر شيء في عندنا الفوت برينتينج اللي مرتبط في السوشيال انجينيرنج. اول شيء من خلال السيرش انجن مباشره، انا اي معلومه كاتاكر بروح ادور وين؟ بروح ادور على السيرش انجن، احاول ادور معلومات عن مين؟ عن التارجت تبعي. هاي المعلومات شو ممكن تكون؟ ممكن تكون التكنولوجي اللي مستخدمه عندهم، ممكن تكون معلومات عن الموظفين، ممكن معلومات عن اللوجن بيج، ممكن معلومات عن الانترنال بورتال. شو بقصد في الانترنال بورتال؟ انه بعض البورتالز اللي ما بتنفتح من برا النتورك. شو في عندنا كمان؟ طبعا كلها بامكان الاتاكر بيستفيد منها. مش بس هيك، تخيل انت مثلا في عندك شركه وهي الشركه زمان طلعت ويب سايت قديم وكان فيه مشاكل، عملت له ببلش على الانترنت، بعد كم من سنه راحوا جابوا ديفلوبر جديد سوى لهم ويب سايت ممتاز وحطوه على النت. الويب سايت القديم بيكون مكيش والاعلانات بتكون مكيشه وين؟ في الجوجل. يعني على سبيل المثال روح مثلا فوت على موقع جامعه اليرموك، دور على بعض الاعلانات، مش هسه بينزل اعلانات، روح على اعلانات بالتسعينات بتلاقي اعلانات بالتسعينات، لكن هل تلقاها ممكن على الويب سايت؟ لا. وين بتروح تدورها؟ بتدورها على السيرش انجن كاش، او بتروح تدورها على الاركايفال ويب سايت اللي راح ناخذه كمان شويه. فزي ما حكينا اول شيء بروح على ايش هو؟ شوف الاتاك زي الحرب. انت بدك كيف ممكن تحارب واحد اذا ما بتعرف شو في عنده؟ هاي الفكره. انت بالنهايه، انا بالنهايه ليش بدي اروح اعمل لك هاك؟ شوف من التجربه اللي مثلا شفتها انه في بعض الاخطاء اللي بيقوم فيها الديفلوبر بتضل في نفس المينتاليتي. يعني ممكن اذا كان في ديفلوبر عمل كونكشن ما بين الويب سايت والداتابيس، او عمل انتجريشن ما بين مثلا بانكينج ابلكيشن ما بين الويب سايت، ممكن نفس الشخص الديفلوبر، يعني ممكن انا مثلا جبت ديفلوبر راح ظبط لي الويب سايت،
بس الكونكشن ما بين الويب سايت وما بين مثلا البانكينج سيرفيس او البانكينج جيت واي ممكن نفس الموظف في الشركه ما تغير. فانت بالنهايه بتدور على تكنيك هم ايش كانوا بيستخدموه. وطيب مرات بنحاول ندور على ريستريكتد انفورميشن عن الويب سايت او ريستريكتد يو ار ال. طبعا مرات بتروح تدور على الجوجل البينج بغض النظر عن نوع السيرش انجن بتلاقي معلومات، لكن في بعض المعلومات ما بتلاقيها افيلبل لاي واحد. يعني بمعنى انه مثلا بعض المعلومات مش افيلبل لكل الناس اللي بيشبكوا مثلا من دوله معينه، بس مثلا لازم يشبك من جوه الاردن. بعض المعلومات مثلا بس اللي من دومين الدوله مسموح لها تشوف هاي اليو ار الز. طيب كيف ممكن ادور طب هاي المعلومات اللي جوا الويب بيج؟ اما يعني ظلك تجرب تجريب او بتستخدم ايش اوتوميتد تول. الاوتوميتد تول زي ايش؟ زي النت كرافت. هاي زي بتعمل لك مثلا بتعمل لك سيرش على كل السب دومينز، بتعمل لك سيرش على كل الاشياء اللي انت بدك اياها موجوده وين جوا هذا الويب سايت. طيب في عندنا كمان برضه كمان الويب سايت او التول اللي اسمها نت كرافت، تقدر برضه تعمل لك اناليسيس شو نوع الاوبريتنج سيستم اللي بيعمل هوستنج لهذا الويب سايت. لانه بالنهايه الويب سايت عباره عن ايش؟ مش ملفات اتش تي ام ال ولا بغض النظر اي اس بي ولا بي اتش بي، هاي وين موجوده بالسماء ولا على الاوبريتنج سيستم؟ بالنهايه معمول هوستنج على الاوبريتنج سيستم، فانت بدك تعرف نوع الاوبريتنج سيستم، بدك تعرف الفيرجن تبعت خلينا نحكي الويب ابلكيشن، بدك تعرف مثلا شو مثلا الفيرجن تبعت الاي بي اي اللي بيستخدمها. كل هاي المعلومات كانت يعني بتطلعها من تول زي نت كرافت. طبعا في زي الاواسب زاب، في عندهم تول اللي اسمها زاب، اذا بتعملها داونلود وبتعمل تحط الاي بي مثلا تبع اي مؤسسه برضه بتطلع لك معلومات عن الاورجنايزيشن. شو هي الفايرفوكس؟ اغلب المتصفحات بيكون فيها ديفلوبر تول كيت او ديفلوبر كونسول، هذا بتقدر تعمل فيه منه شغلات كثير. في عندنا كمان الشادون داتابيس، هاي بامكانك تروح تدور على فولنربل راوترز والنربل سويتشز والى اخره. برضه كمان بامكانك عليش تروح تدور، بامكانك تدور على شيء بنسميه الدوركس او فولنربيليتيز والنون منشوره ناس ناشرين عنها. برضه في عندنا الكوليكت انفورميشن من اللوكيشن. طب ايش يفيد اللوكيشن؟ ممكن واحد يكون يستغرب. طيب ممكن سوشيال انجينير. غير هيك شباب تخيل عندي شركه هيد كوارتر ولها ديزاستر ريكفري. هذا الديزاستر ريكفري وين بحطوه؟ بالغالب منطقه ما فيها زلازل. بالغالب بيكون في عندي ريبليكيتد سيرفر عن كل النسخ اللي موجوده وين؟ بالمكان الاصلي. تخيل انا قدرت اعرف اللوكيشن تبعه وين موجود، اروح بسترق السيرفرات، ابسط نوع من انواع الاتاك اللي هو الفيزيكال اتاك، بسترق السيرفر. فبالتالي انا مرات بيهمني اني اعرف هل عندهم ديزاستر ريكفري، هل لهم برانش. مثلا بعض الشركات الكبرى يكون في عندك الهيد كوارتر جوا الاردن، يكون عندك برانش جوا باقي المحافظات وباقي الدول. فهاي برضه بتفيد. طب من وين اجمع المعلومات هاي؟ اما من خلال الجوجل مابس، الياهو مابس، البينج مابس، ناشونال جيوغرافيك مابس، بغض النظر عن المكان. طبعا في عندك اوبشنز كثيره انت بامكانك تجربهم متى ما بدك. طيب نوقف لهون.